بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب نيابة عن مجلس نقابة الأطباء بجميع السادة الإعلاميين والصحفيين وجموع الأطباء والمواطنين اللي بيشوفونا النهاردة في المؤتمر الصحفي. في الحقيقة النهاردة هنتكلم عن حاجتين: عن الخطة الموجودة لمكافحة مرض كورونا في الوطن، ربنا يحمي بلدنا يا رب، والجزء الثاني عن مشكلة أطباء التكليف، وهي مش بعيدة عن خطة المكافحة لأن احنا محتاجينهم عشان ينضموا لنا في المكافحة. في البداية بقول لحضراتكم اعتذار الأستاذ الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء عن عدم إمكانيته الحضور لظروف شخصية. بيهنئ حضراتكم بعيد الفطر المبارك، وبيثمن ويقدر ويشكر جهود الأطباء والفريق الطبي اللي بيشتغلوا في مكافحة الكورونا، وبيقول إن حماية الفريق الطبي هو شيء أساسي وضروري جدا من أجل حماية الوطن كله، وبالتالي لابد من التوسع في المساحات للفريق الطبي، والتوسع في المساحات بصفة عامة وإمكانية تصنيعها محليا. وبيطالب سيادة النقيب بضرورة تخصيص مستشفيات لعزل الفرق الطبية وعلاجهم عند إصابتهم بالكورونا، وبيطالب بعدم التوسع في أي خدمات طبية غير طارئة، ورأيه أنه لابد من امتداد فترة الحظر لمدة 3 أسابيع أخرى بعد الفترة المقررة علشان نقدر نسيطر على الكورونا. وبيطالب جميع الجهات المسؤولة بسرعة حل أزمة التكليف، خاصة أن هؤلاء 7000 طبيب لابد من الاستفادة منهم في الوطن في هذه الظروف. انتهت الكلمة بتاعت الأستاذ الدكتور حسين خيري. طيب أنا في الحقيقة عايز أتكلم عن الخطة اللي أعلنت امبارح وزارة الصحة أعلنت عن وجود نظام جديد أو خطة جديدة للعمل في موضوع كورونا. أنا شايف إن الخطة في مجملها جيدة. إحنا كنا طالبنا قبل كده بالتوسع في مستشفيات العزل علشان خاطر بقت المستشفيات الحالية مكدسة وبيوت الشباب مكدسة، وفي بعض الناس بتتأخر بالأيام لغاية ما يلاقوا لهم مكان. في الحقيقة الوزارة امبارح قالت ان احنا هنشغل المستشفيات كلها تشتغل كمستشفيات فرز وتقبل حالات الكورونا لحين التأكد من إيجابيتها أو سلبيتها، والجزء مش محتاج اللي هو مفهوش أعراض ممكن يتحجز يتعزل في المنزل وياخد علاجه في المنزل، والأعراض البسيطة يروح بيوت الشباب، الأعراض الكبيرة يروح مستشفيات العزل. الكلام ده بصفة عامة كلام جيد في الحقيقة، ولكن علشان نقدر نحط هذا الكلام ونحوله من مجرد عناوين إلى أشياء تدينا فايدة حقيقية على الأرض، فبالتالي إحنا في حاجات بنطلب من وزارة الصحة إنها تأكد عليها على جميع جهات العمل. أول حاجة ضرورة توفير جميع مستلزمات الوقاية على مدار 24 ساعة باستمرار في جميع المنشآت الطبية الحكومية. رقم 2، المستشفيات اللي احنا قررنا ان احنا نحولها الى مستشفيات العزل لاستقبال حالات الكورونا، يبقى لازم قبل ما اشغلها فعليا في هذا الوضع لازم فرق مكافحة العدوى اللي في هذه المستشفيات هتقسم لي المستشفى الى الاماكن اللي هي بنسميها الاماكن الخضراء والاماكن الحمراء، اللي هي الاماكن اللي فيها احتمال عالي للتلوث والاماكن الغير ملوثة، عشان بقية المرضى في مرضى عاديين بيدخلوا المستشفيات علشان ياخد العلاج بتاعه لأي مرض آخر، فبالتالي المفروض يبقى في منطقة مختلفة، منطقة سكن السكن بتاع الأطباء والتمريض تبقى في منطقة مختلفة وهكذا. فده جزء لازم مكافحة العدوى تعمله في جميع المنشآت. الجزء الثاني المهم هو تدريب الفرق الطبية على الأشياء اللي هيعملوها بدقة شديدة علشان ما يبقاش كل مكان شغال بطريقة مختلفة عن المكان الآخر، وده شيء مهم قوي عشان ما تحصل لناش مشكلة في الحقيقة زي اللي حصلت
عندنا قبل كده في منشيه البكري من كام يوم لما فجاه قالوا احنا هنحولها الى مستشفى بهذا النظام وكل الفريق الطبي مش عارف هيعمل ايه وهل في مستلزمات ولا مفيش وفين خط السير وفين كذا وحصل ارتباك شديد. فعلشان ما يحصلش هذا الارتباك يبقى احنا محتاجين يبقى في تدريب على للاطباء والفريق الطبي على هذا الامر. شيء تاني مهم بقى ملحوظه ليا على هذا الكلام، هم قالوا الحالات البسيطه هتتعزل في المنزل. في الحقيقه لازم ناخد بالنا ان مش كل منازلنا متاح فيها هذا الامر. يعني في بعض الناس عايشين اسره كامله في اوضه، هيروحوا فين؟ فبالتالي يبقى لابد ان يراعى هذا الامر. قبل ما اقول لشخص انت هتتعزل في المنزل لازم اتاكد ان هذا المنزل فيه الحد الادنى من المقومات الخاصه بالعزل الصحيح. ليه؟ علشان ما نشرش العدوى. انا بقول له اقعد في بيتك علشان انت مش محتاج مستشفى، لكن في نفس الوقت هعدي ورايا خمسه سته يبقى انا زودت المشكله. بعيد التاكيد على ضروره عمل مساحات لجميع الفرق الطبيه، ومفيش حاجه اسمها اصله المسحه مش علاج. ايوه هي المسحه مش علاج، لكن المسحه مهمه خاصه للمخالطين لحالات ايجابيه دون ارتداء الوقايات المناسبه. ليه؟ لان لو في عندي طبيب او ممرض يحمل العدوى وسايبه يشتغل هينقل العدوى لزملائه، هينقل العدوى لاسرته، هينقل العدوى الى مرضى اخرين ومواطنين اخرين. يبقى انا هنا عشان اوفر 1000 جنيه بتاعت التحليل هتكلف كام بقى وادفع وراهم كام عشان اعالج الناس دي كلها؟ يبقى حتى من الناحيه الاقتصاديه البحته من مصلحتي ان انا اتوسع في التحاليل للفرق الطبيه على وجه الخصوص. في الحقيقه جاتنا شكاوى من يومين بان في بعض المحافظات ناويه انها بعد العيد على طول تبتدي ترجع تشغل برنامج صحه المراه. يا جماعه يعني في الحقيقه ده شيء انا اندهشتله جدا ومش مصدقه. هل معقول في الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي هنشوف برنامج صحه المراه ونعمل تكدسات وننقل العدوى واحنا لسه في المنحنى الطالع في العدوى، انقل العدوى وازود العدوى من مكان لمكان عشان برنامج صحه المراه؟ على الرغم من اهميته الا انه غير عاجل غير عاجل غير عاجل. فبالتالي لابد من تاجيله لحين انتهاء والسيطره على المشكله اللي احنا فيها. هدخل في مشكله اطباء التكليف. مشكله اطباء التكليف كلنا عارفينها ان 75% من اطباء التكليف امتنعوا عن التسجيل طبقا للنظام الجديد اللي الوزاره اتكلمت عنه. ليه؟ لان هذا هل هم بيتلككوا يعني بيتحججوا؟ لو بيتلككوا ما يبقوش 75%. تاني حاجه قليل وهم 800 والتطبيق العملي اظهر سلبيات عديده جدا، على راسها عدم جاهزيه المستشفيات للتدريب، عدم وجود الاعداد الكافيه من المدربين، تداخل مواعيد حركه التكليف مع حركه النيابات بتاعه الجامعه، فبتخلي النواب اللي كده كده هيسيبوا الصحه ويروحوا الجامعه، بياخدوا وظائف ويسيبوها، الوظائف دي مين بياخدها؟ محدش، تفضل متعلقه المره اللي بعدها. العجز في تغطية العمل في الوحدات الصحية، ومشكلة الأطباء اللي بيدخلوا ضباط احتياط في الجيش بيضيع عليهم 3 سنين. وبالتالي الأطباء التكليف كان عندهم مقترح بسيط جدا إنهم يستمروا في التكليف طبقا للنظام المتعارف عليه من سنين طويلة لحين دراسة كل هذه السلبيات ووضع حلول منطقية لها ووجود جاهزية فعلية لنظام الزمالة الجديد، وبعد كده يتطبق بالتدريج، كل سنه نزود منه شويه، نزود شويه، نزود شويه، لغايه ما بعد كام سنه نقدر نطبقه تطبيق حقيقي ونبقى جاهزين ليه، مش بخط قلم بسرعه ونفذ دلوقتي وبعد شويه نبتدي نكتشف ان في سلبيات واحنا ما عالجناش هذه السلبيات. شكرا لحضراتكم.